مرحبا بكم دكاترة، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا زينين. اليوم درسنا درس ثالث من Cell Injury و Adaptation، فخليكم وياي. طيب تعالوا هسا خلي نشوف ما هي الميكانيزم لـ Cell Injury و Cell Death، يعني نشوف آلية Cell Injury و Cell Death. بالبداية قاعد تقول لك أكو شوية عوامل تخلي إذا صاروا موجودين يعني بالموضوع هم اللي يسببوا شنو؟ هم اللي يسببوا سيل انجري. طيب حتى احنا خلايا مالتنا تستجيب للريسبونس تسوي يعني للسيل انجري، عندنا ثلاث عوامل، وهذه العوامل مهمة لازم احنا نعرفها، تمام؟ يعني مثلا لو جيت مثال انطيتك هسه، هذه قلت لك دبوس وانا جيت وشكيت نفسي، لما تشك نفسي حتطلع دم بسيط، تمام؟ كلش قليل، بينما لو جبت سكين، انا على فكرة احب السكين، يمكن شكلي على مود هذه كل شوية صارت سكين، اما لو جيت قطعت اصبعي بالسكين فراح اموت هواية خلايا. فاذا هي تعتمد اول شيء على شنو؟ تعتمد والله وياي شوف تايب اوف انجري. اذا حتى اني قاعد يقول لك شوف بالبدايه، بس ما ننسى فاكتورز ذا انفلونس، تمام؟ ذات انفلونس ذا سيل انجري، اللي تاثر على اصابه الخليه. اول شيء لازم انت تعرفه استجابه الخليه لعوامل الجارحه انجيريوس ستيمولاي، تمام؟ تعتمد على شنو؟ أول شيء اللي قلت لك عليها the type of injury، يعني نوعية الانجري. هل أنت جيت شكيتني بدبوس لو قصيت أصبع بالسكين؟ فأكو اختلاف بالموضوع، فكل ما كان الموضوع كبير فالسيل انجري راح تكون كبيرة. ثاني شغلة عندك duration of injury. مثلا لو أنطيتك مثال سم معين دخل لجسمنا، تمام، لكن الاستجابه المناعيه مالتنا او immune response كانت قويه، فشنو؟ ما انطت مجال فبالتالي قتلته، تمام؟ لما تكون الاستجابه بهاي الطريقه معناها التوكسين هذه احنا ما خليناها تشتغل لفتره اطول، هي بس بالبدايه اشتغلت وقتلت لي خلينا نقول كم خليه وخلصت، زين؟ فاما اذا طولت المده مالتها مالت التوكسين بقت عايشه لفتره اطول، فبالتالي راح تقتل لي عدد خلايا اكثر، صح لو لا؟ فبالتالي احنا ثاني شغله عندنا هي duration of injury، تمام؟ مده الاصابه ايش قد؟ كل ما تطول المده فبالتالي الخليه ما تقدر تصلح نفسها فبالتالي تموت. اخر شيء عندك هي severity of the injury، تمام؟ شده الانجري. مثال همين نرجع لشكة الدبوس، أنا لو جيت شكيتك بدبوس، يعني هاي الشكة يعني معناها شكة قوية راح تموت لك هواية خلايا؟ لا، ليش؟ لأن السيفيريتي مالتها عادية، تمام؟ فتشي خفيف مو فتشي كبير، بينما جيت لو أنا قصيت بالسكين فبالتالي لا، الموضوع هنا يختلف، زين؟ فتعتمد ثالث نقطة قاعد يقول لك شنو؟ severity of injury، شدتها. هنا بس قاعد يقول لك شوف مثال عليها low doses من التوكسينز أو حتى فترة قصيرة من الإسكيميا. توكسينز إذا ظلت ماشي لفترة قصيرة أو حتى صارت كمية قليلة من التوكسينز أو حتى فترة قصيرة من الإسكيميا، زين، هذه راح تسبب سيل إنجري. بس شنو يا نوع؟ ريفيرسابل. لو انت نسيت قلنا لك سيل انجري كان عندنا، تمام، نوعين، نوع اللي تجي لها ستيمولس بسيط تأثر عليها بس الخلية تقدر ترجع نفسها وتسوي ريكفري في حال احنا شلنا هذه التوكسين او المسبب لسيل انجري هذا، تمام؟ اما لو كان كبير لا خلاص، فبالتالي ايش راح يسوي لي؟ فبالتالي راح يسوي لي سيل انجري. يعني مثلا لو كان عندي كميه كبيره من التوكسين او حتى ديوريشن مالت الاسكيميا طولت وياي اكثر من اللازم، فبالتالي خلاص الخليه تتعطش الاكسجين وتموت. نفس السالفه هنا أنا قاعد يقول لك ويرز لارج توكسين اوف دوزز، تمام، اور لونجر اسكيميك تايمز مي ريزلت شنو؟ ريفرسبل انجري، وعفوا ريفرسبل انجري، وكذلك تؤدي الى شنو؟ سيل ديث، تمام، خليه تموت. هذا ايش وقت؟ لما تكون مده طويله وكذلك كميه التوكسينز هوايه. طيب تعال هسه خلينا نشوف شنو هو عواقب اللي تحصل بسبب الانجري هذا. طبعا بعد ما يحصل الانجري الخليه حتى تتغير من ناحيه شكليه وما ادري من ناحيه تركيبيه تعتمد على عده عوامل، تمام؟
فالمضار مالت الخلية تظهر على حسب، تمام؟ على حسب شنو؟ فاقرأ وياي، قاعد يقول لك بالبداية بس consequence of injury depends on، والله تعتمد على إيش أول شيء وياي. شوف نوع الخلية، كل ما كانت خلية عندك ضعيفة في التكوين والتركيب فأكيد إصابة بها تكون هواية، فبالتالي تتضر هواية. ثاني شغلة قاعد يقول لك حالة الخلية نفسها، تمام؟ كل ما كانت خلية كبيرة بالعمر، تمام؟ على عكس لما تكون خلية بعدها بأول حياتها، صح لو لا؟ فخلية كل ما تكبر بالعمر مثل ما قلنا لك هي تقل في الأداء، فبالتالي راح تتضرر بسرعة، تمام؟ نسميها status of the injured cell، يعني حالة الخلية المصابة. ثالث نقطة قاعد تقول لك والله adaptability of the injured cell، يعني احنا مثل ما قلنا خلية لما تنصاب injury تجي لها injury، هذا مو احنا قلنا الخلية تحاول تتكيف وياها، صح لو لا؟ لحد ما ترجع الخلية لوضعها الطبيعي، نفس السالفة اللي احنا قاعد نقولها. هل خلية هذه لها قدرة وقابلية انه تتكيف ويا الانجري لو لا؟ زين. رابع نقطة قاعد يقول لك genetic makeup of the injured cell، يعني تركيب الجيني للخلايا مالتنا، تمام؟ اذا تنصاب اكو خلايا بسرعة تنصاب نتيجة جينات اللي بيها ضعيفة، فبالتالي تلاقي السيل ممبرين مالتها ضعيفة مو كلش قوية، في كل تركيبها يعني مو فتشي قوي، فبالتالي لما تجي لها انجري فبالتالي بسرعه تتاثر وتنصاب. زين. طيب تعال وياي خلي نبدي بالميكانيزمات لسيل انجري وسيل ديث، تمام؟ هم خمسه، راح ناخذ اول واحد. اول واحد قاعد يقول لك اسكيميا ريبرفيوجن انجري، تمام؟ طيب شنو معنى هذا؟ انطيك خلي فد مثال بسيط حتى تفهم الموضوع. لو جيت سألتك، ما انه طالب في الطب، لو جيت وسألتك وقلت لك هسه هذا الشخص ميت قدامك، تعال سوي له سي بي ار او انعاش قلب رئوي، تمام؟ الشخص ميت هذا من 10 ساعات، هل انت راح تسوي له؟ فانت تظل شو تسوي؟ تباوع عليه هيك دكتور ميت 10 ساعات يعني خلاص بعد، صح لو مو صح؟ فبالتالي احنا لما نجي نسوي سي بي ار للشخص هذا خلاص هو ميت، يعني ما راح نستفاد اي شيء. طيب تعال خلينا نترجم نفس الكلام اللي قلت لك اياه بالشرح مالتنا، شنو يقصد باسكيميا ريبرفيوجن انجري؟ يعني لو جيت اخذت لك بس هذه هسه مثلا خليه، تمام؟ هذه هي سيل، سيل هذه مثل ما تعرف جاي لها شنو؟ بلود سبلاي، واحنا جينا قطعنا وسوينا اسكيميا لهذه التدفق الدم او بلود سبلاي اللي رايح للخليه، زين، لمده تشقيد مثلا نفرض 10 ساعات مثل ما قلت، زين 10 hours. طيب الخلية هل تقدر تتحمل 10 ساعات ماكو أكسجين؟ لا، فبالتالي تموت. لو ما تموت، تموت لما تموت الخلية هذه السيل ديث، هذا المعروف يعني اللي عندنا. طيب انت لو جيت بعدين بعد 10 ساعات فتحت هذه شو اسمه هذا، قول وياي الاسكيميا يعني الثرومبس هذا شلته، فبالتالي طبيعي دم حيروح للخلايا، صح لو لا؟ او الخلية نفسها. طيب بس انت تقول لي دكتور، هو دكتور احنا ايش نستفاد؟ مو هي الخلية ماتت اصلا، على ايش انا اودي لها دم بعد؟ نفس السالفة اللي انا اريد منك، هذا الخلية ميتة فانت ما راح تستفاد اذا وديت لها دم، فانت لما وديت لها دم لمرة ثانية بعد الاسكيميا هذه نسميها ريبرفيوجن، تمام؟ اعادة التروية يعني اعادة تدفق الدم يسموها ريبرفيوجن. طيب شنو المشكلة بهذا الموضوع؟ شوف وياي همينا نفس الشرح راح اشرح لك اياه بصورة ثانية حتى نفهم الموضوع. هسه هذه ميتوكوندريا قاعد تشوفها قدامك، زين، هذه هي ميتوكوندريا. ميتوكوندريا هو اللي نعرف يسوي لنا سيلولار ريسبيريشن، انه الاكسجين يدخل وتخلي تصير تنفس الخلوي. طيب لما يحصل عندنا اسكيميا معناها الميتوكوندريا هذه ما راح يوصل له شنو؟ ما راح يوصل له الاكسجين. طيب وين المشكله؟ شوف المشكله بشنو. عندنا احنا ماده اسمها او مواد اسمها مختصر مالتها يعني ROS، يسموها رياكتيف اوكسجين سبيشيز، عباره عن مواد سام، تمام؟ احفظها انت روس، تمام؟ او الروس، بما انه اكو حرب روسيا ويا اوكرانيا حتى بس ما تنسى. طيب
هذه المواد شو وقت تطلع؟ عادي لما يكون عندنا بيرفيوجن طبيعي، خلية عايشة طبيعية تدخل الأكسجين، فبالتالي تطلع هذه المواد الضارة من الميتوكوندريا. طيب دكتور تقول لي هسه هذه المواد الضارة اللي هي روس مو راح تضر الخلية؟ أقول لك بل تضر الخلية. طيب بعد شلون؟ بالمقابل الله سبحانه وتعالى خالق لك شنو؟ خالق لك مواد أو مادة اسمها أنتي أوكسيدنت، سمعت عنها؟ بالعربي نسميهم مواد مضادات الأكسيدنت، نسميهم أنتي أوكسيدنت. أنتي أوكسيدنت تجي على هذه الروس تدمرها، تمام؟ ما تنطيها مجال. من الأخير زين، هسه افتهمت القصة. تعال خلينا نرجع لك المرة الثانية على الإسكيميا وريبيرفيوجن إنجري. فأنت لما تقطع الأكسجين، تمام، بالإسكيميا عن الميتوكوندريا أو الخلية هذه، إيش راح تصير؟ الأكسجين ما كل الميتوكوندريا. طيب إيش وقت شنو اللي تبدي تظهر عندك؟ تظهر الروس، تمام. الروس هذه بالمقابل مفروض كانت تطلع عندنا أنتي أوكسيدنت. طيب طالما هنا أنا ما عندنا أكسجين، فأنتي أوكسيدنت المضادات الروس اللي هي أنتي أوكسيدنت ما راح تطلع. طيب لما ما تطلع معناها الروس هذه راح تزداد بالجسم لو ما تزداد؟ بلي تزداد. فلما تزداد هنا تبدي المشكلة. المشكلة الروس هذه راح تدمر لنا ثلاث شغلات أو أربع شغلات مهمة، من ضمنها الليبت والبروتين، وتسوي دامج في الدي ان اي. اذا طالما اكسجين ماكو مرة ثانية، معناها انتي اوكسيدنت ما راح تطلع من الميتوكوندريا، فالروس هذا رياكتيف اوكسجين سبيشيز تاخذ راحتها، تمام، تاخذ راحتها بالجسم، فبالتالي تقعد تدمر الخلية. زين تدمر شنو؟ هسه راح اقول لك اياه. طيب تعال وياي خلي نقرا الكلام اللي عندنا. هسه احنا افتهمنا ما معنى شو اسمه اسكيميا ري بيرفيوجن انجري. فقاعد يقول لك هذه لو صارت تترتب عليها طريقتين، واحد واثنين. الاولاني قاعد يقول لك قدرة الميتوكوندريا، ability of mitochondria to completely reduce oxygen. هنا أنا خلاص الميتوكوندريا بعد ما تقدر، منين تصنع لك الاكسجين اذا اصلا صارت عندنا اسكيميا، صح لو لا؟ فبالتالي الروس هذه انتاجية مالتها تزداد، زين، نتيجة اوكسيديتيف ستريس. طيب وإذا زادت الروس هذه، هذه مهمة طبعا لازم أنت تفهمها وتعرفها، راح أشوفها كسب الصورة تفهمها أكثر. الروس هذه إذا زادت يا أخي الكريم تسبب لنا شنو في السيل إنجري؟ تسبب لنا دامج لمكونات الخلية، لكومبوننتس أوف سيل. شنو هم هذه المكونات؟ ومكونات جدا مهمة، إذا تأثرت بهم أي واحدة من هذول قبل، يعني ما عنده يمنى ويسرى، قبل تسوي شنو؟ قبل تسوي سيل إنجري. أولها شوفوا ياي اللي هي، خلي أمسح بس هذه، أولها lipid peroxidation of membrane. إحنا الممبرين، سيل ممبرين مالتنا مو متكونة من فوسفوليبيد. طيب أنت لما تجي تأكسد الليبيد، يعني تبخر الليبيد، يعني ما تخلي شيء اسمها ليبيد، هل ممبرين مالتك راح تتضرر لو لا؟ طبعا تتكسر الممبرين مالتك بعد ماكو ليبيد، زين. فهذه أول شيء إحنا كسرنا بالخلية، أهم شيء الغطاء مالتها، فالغطاء راحت، فبالتالي سيل انجري. شغلة ثانية راح تروح تخرب البروتينات، زين، وتغير من شكلها وتخليها تتداخل ويا بعضها، زين، تسويها كروس لينكينج، يعني تتداخل ويا بعضها وتغير من اشكال البروتينات الطبيعية اللي عندنا، يعني abnormal proteins. واخر شيء DNA damage. DNA اللي شايل لك شنو؟ شفراتك الوراثية، تروح تخربها. طيب طالما الدي ان اي ماكو، هل انقسام خليه اكو؟ تجديد الخليه اكو؟ ماكو، كل هاي ماكو، زين. فبالتالي يعني خليه تخليها تخرب من الاخير. شوف وياي مختصر مالتها هنا، زين. هسه هذه الروس بعد ما تطلع وتكثر من الميتوكوندريا، زين، شنو الافكتات اللي راح تسويها؟ اللي تسويها كالاتي، شوف وياي. اول شيء قلنا لك ليبيد بيروكسيديشن، فبالتالي تدمر لك الممبرين، هي أنا الممبرين خربها، ده تشوف. شي يسوي لك بعد بروتين، يشتغل لك على بروتين، ده تشوف شكل البروتينات، يما يكسرها يما تخليها تصير كروس لينكينج، تتداخل ويا بعضها. واخر شي على الدي ان اي، فبالتالي تخرب الدي ان اي، فبالتالي تصير عندنا طفرات، اي طفرة فنتجها تكون يا اما امراض يا اما سيل انجري، زين.
ثاني نقطة أهم اللي ذكرناها بوقتها من أسباب سيل إنجري اللي هما توكسينز. توكسينز هذه شلون تأثر على الخلية؟ بطريقتين تمام، يا إما تروح قبل تشتغل على الخلية وتقتلها، يا إما المواد الكيميائية اللي تدخل الجسم بعدين تتفعل وتتنشط ثم تؤثر على الخلية وتسبب بها إنجري تمام. فالأولان اللي تشتغل دايركت بشكل مباشر هذه يسموها دايركت أكتنج أوف توكسينز. من أشهر الأمثلة اللي عندك هو ميركريك كولورايد بويزنينج اللي هو تسمم من الزئبق تمام. الزئبق هذا تعرف موجودة في الأسماك موجودة تمام، بس بكمية جدا ضئيلة. أو ناس اللي تشتغل في معامل الزئبق ممكن لما تتعرض على الزئبق هم تسبب تسمم في الزئبق، فلازم يأخذون احتياطاتهم، لازم يلبسون الوقاية زين، لأن الزئبق هذا أو الميركري تسبب مشاكل في سنترال نيرفوس سيستم. طيب ثاني شغله اللي عندك المعروفه اللي عندنا هو مواد الكيميائيه او خلينا نقول علاج الكيميائي اللي يستخدموها في السرطانات. انت ليش تستخدم علاج كيميائي في السرطان؟ حتى تقتل الخلايا المسرطنه زين، فهذه تعتبر كلها مواد سامه تروح تقتل شنو؟ تسوي انجري في النيوبلاستيك سيلز. فهذه قاعد يقول لك many anti-neoplastic chemotherapeutic agents، هذه تعتبر هم من مواد مسرطنة. لذلك تلاقي ناس اللي عندهم أورام أو خلينا نقول سرطانات تلاقي حواجب ماكو، شعر ماكو، عندهم شوية مشاكل غير السرطان نفسه تمام. أو ممكن يكون توكسينز تمام اللي تطلعها شنو؟ اللي تطلعها مايكرو أورجانيزمز، مثلا بارازايت دخلت، او خلينا نقول بكتيريا دخلت جو الجسم، او كورونا فيروس مثلا زين، تقعد تطلع شنو؟ تقعد تطلع توكسينز، فالتوكسينز هذه تروح تدمر السيلز فتسبب بيها انجري. اللي بعدها قاعد يقول لك ليتنت توكسينز، يعني هذه التوكسينز من اسمها ليتنت يعني متاخر ما يشتغل بشكل مباشر، لا يدخل جو الجسم زين بعدين يتفعل ويتنشط لحد ما يسبب شنو؟ انجري في تارجت سيلز في خليه المستهدفه، هذه اللي نسميها ليتنت توكسينز. فاقرا وياه شوف، قاعد يقول لك ماني توكسيك كيميكلز ار نوت انترنسيكلي اكتيف، يعني هي مو متنشطه في طبيعتها زين، لازم تتنشط بالاول، but must first be converted to reactive metabolites، يعني لازم تتنشط بالاول هذه المواد بعدين تروح تشتغل على الخلية المستهدفة أو target cells. تعال خلينا نشوف ثالث سبب اللي هو من أسباب cell injury تمام، endoplasmic reticulum stress، يعني endoplasmic reticulum إذا تعبت عندنا تمام خلق صار بيها. طيب endoplasmic reticulum هذه الشبكة اللي تعرفها شبكة البلازمية الداخلية موجودة جوا الخلية، هي اللي مسؤول عن تعديلات ونقل البروتينات وإلى آخره. طيب أنا أريد أسألك سؤال، هل البروتينات كلها لما تتكون جوا الخلية لما تيجي تطلع تريد تطلع برا الخلية حتى تؤدي وظيفتها، هل بما معناها كل البروتينات متكونة تكوين مضبوط؟ لو أكو شوية مثلا فاسدة أو خربانة، أكيد تجاوبني أكو شوية فاسدة. هذه البروتينات اللي تكون فاسدة أو إحنا ما نستفاد من عندها تمام، نسميها شنو؟ نسميها misfolding proteins، مشوه تشوه به تمام. فهذه البروتينات يا أخي الكريم وجودها في جو الخلية تمام، أو حتى لو هي طلعت برا الخلية لها أضرار. طيب تيجي تسألني دكتور هو إحنا ماكو فد نظام منا تشيل لنا هذه التشوه؟ أقول لك بلي أكو، جو الخلية عندنا أنظمة تشيل لك أو سيستم تشيل لك هذه misfolding proteins تمام، المشوهات. طيب وين المشكلة هسه؟ لعد جابنا على السيل إنجري، اللي جابنا على السيل إنجري قاعد يقول لك واحدة من الاثنين، يا إما النظام مالتك هذا مالت الإليمينيشن تمام اللي تشيل لك البروتينات المشوهة أو misfolding proteins لما تكون خربانة، ما معناه هذا أنه يسوي لك إنجري في السيل. ليش إنجري في السيل؟ لأن هذه البروتينات خربانة دا أقول لك ما نستفاد منها، بقائها تضرنا، يعني هي تشتغل مثل توكسينز سموم، مثل سموم تشتغل في جسمك. طيب الكناس مالتها إذا ماكو فبالتالي راح تأثر على جسمنا فبالتالي تسبب لنا مشاكل زين. فتعال خلي نفهم الموضوع من البداية شوية ويا بهاي الصورة، بعدين أنا مختصر لك الموضوع، السلايد هذا سهل لا تخاف منه.
اللي يضبط لك البروتينات هي منو؟ هي اندوبلازميك ريتيكولوم، تمام، اللي عليها الرايبوسومات. الرايبوسوم هذه هي اللي تطلع لك مفروض فولدد بروتينز، البروتينات الطبيعيه يعني هذا الشكل. طيب بروتينات ممكن قلت لك ما تطلع شكله مضبوط، تطلع مشوه، اللي هذا نسميها مس فولدد بروتينز. ده تشوف شكله شلون صاير، هو هذا شكله. طيب اذا متشوه عندنا احنا الطريقه نطلعها من جوه الجسم حتى ما تأثر الجسم، زين، عن طريق بروتيوزومز أو لايسوسوم. هذولي هم تعتبر شنو؟ مدمرات للبروتين، نسميهم بروتين ديجريديشن. طبعا هذه ما مطلوب منك، بس دا أفهمك الموضوع حتى تفهم على شنو أني دا أحكي. قاعد يقول لك المسفولدد بروتينز هذه إذا بقت جوه الجسم، واحد مسفولدد، اثنين عشرة، فبالتالي تسوي لك تجمعات، تتجمع ويا بعضها وبالتالي تسبب لك مشاكل أكبر. ليش؟ لأن أنا قلت لك هذه تعتبر بقائها في الجسم تعتبر شنو؟ توكسينز. طيب هذه التوكسينز إحنا شلون نشيلها؟ هيانا هذه السيستمز اللي عندك، تمام؟ هذولي هم اللي يكسروا لك هذه البروتينات. طيب إيش وقت اللي تكمن المشكلة عندنا؟ مشكلة والله لما هذه السيستم مثل ما قلت لك ما تشتغل، زين. طيب من تشيل هذه التوكسينز؟ ماكو أحد، فبالتالي توكسينز معناها شنو يصير بالجسم؟ راح يزداد. لما يجي هذه التوكسينز يزداد في الجسم فتسبب لنا مشاكل، تمام؟ فتابع وياي، هو واحد من الاثنين، تمام؟ فاذا مس فولدد بروتين انا اختصرت لك بهذه الجدول البسيط حتى بس تفهم الموضوع وما اطول عليك بها. يا اما يتجمع عندك جوا الخليه اللي هي انتراسيلولار، يا اما برا الخليه، او يطلع برا الخليه اكسترا سيلولار. لما يكون جوا الخليه، وهذه سببها غالبا يكون واحده من الاثنين، يا اما بروتينات اللي متشوهه كلش هوايه بحيث السيستم مالتك هذا اليمنيشن سيستم ما قادر تشيلهم كلهم، تمام، لان تفوق طاقتها فبالتالي تكثر وتوكسنز، او عندك اصلا اليمنيشن سيستم مالتك خربانه، تمام. فواحده من الاثنين، يا اما انكريز برودكشن اوف مسفولدد بروتين، يا اما شنو؟ يا اما اليمنيشن ما عندنا خربانه، تمام، اليمنيشن مالتنا خربانه. طيب قاعد منطيق بس امثله لكل واحد من هذول اللي قلت لك عليها. ايش وقت احنا نشوف جوا الخليه مسفولدد بروتين تكثر؟ في اي حالات مرضيه عندك اي دي اللي هو الزهايمر ديزيز، تمام، مرض الزهايمر، او باركنسون ديزيز اللي هذا المرض نسميها مرض شلل الرعاش، تمام، وعندك النوع الثاني من دايبيتس ميليتس، تايب 2 دايبيتس ميليتس، هذول تكثر بيهم مسفولدد بروتينز في هذه الامراض. طيب لو جيت قلت لك اكسترا سيلولر ممكن تتجمع بيها مسفولدد بروتينز، نعم، في اي مرض؟ انطيني مثال عليه، هذا ممكن تنسال بيها في الام سي كيو. مرض اسمه امايلويدوزس. امايلويدوزس هذا اسم القديم والاسم الفيك مالته يسموها تخزن النشوي، تمام، بس هو هذا الاسم غلط، تمام، هو مو نشا، هو بروتينات ده تتخزن عندك، زين، هو يسموه تخزن النشوي بالعربي، ما علينا يعني. فاذا مختصر مفيد لمسفولدد بروتين. طيب تعال هسه خليني اقرا لك من الاول ايش قاعد يقصد بيها. اذا لو كان عندنا من اللي خربان اندوبلازميك ريتيكولوم بيها ستريس، تمام، تعبانه صارت، فبالتالي تقوم تتجمع لك شنو؟ بروتينات. هذه البروتينات مثل ما قلنا لك نسميها بروتينات مشوهه، accumulation of protein misfolded proteins in cells can stress compensatory pathway، يعني ممكن تاثر على مسارات التعويضيه اللي تصير عن طريق اندوبلازميك ريتيكولوم. فهذه التعويض اللي هي حكيت لك عنها من هم سميناها elimination system، تمام؟ فبالتالي إذا ما اشتغلت هذه السيستم فبالتالي تخلي الخلية تموت وبالتالي تجي apoptosis تشيلها، تمام؟ طيب intracellular accumulation misfolded proteins اللي هي جوا الخلية مثل ما قلت لك ممكن تسببها شوية abnormalities، وهذه الabnormalities واحد من الاثنين، تمام؟ يا اما الاولاني مثل ما قلنا لك برودكشن، انتاجيه مسفولدد بروتين زادت عن اللازم، تمام، بحيث فاقت قدره الاليمنيشن سيستم،
او قلت عندنا منه، قلت عندنا elimination system نفسه. elimination system هذه ما قادرة تطرح او تكسر misfolded proteins كليتها، تمام؟ ليش؟ لان خربت اصلا. طيب انطيني امثلة، وهذه مثل ما قلت لك مهمة في الامسكيو، لازم تعرفها في اي امراض تجي intracellular misfolded proteins، تمام؟ في عدد من امراض، خصوصا امراض اللي إلها علاقة بالأعصاب، neurodegenerative disorders يعني اضطرابات العصبية، تمام؟ اللي تدمر لك الأعصاب، degeneration تسويها. من هم؟ الزهايمر ديزيز، أي دي اختصار مالتها كانت، وعندك باركنسون ديزيز، مرض الرعاش، وتايب 2 diabetes mellitus. أما بالنسبة لي accumulation of intracellular tissue extracellular tissue أنا آسف زين، هو مرض واحد مثل ما قلت لك، misfolded proteins تجمع بها، مرض اسمه amyloidosis. طيب تعال اللي بعده، DNA damage. مثل ما قلت لك DNA هذا هو رأس الحربة، تمام؟ في الخلية انت بس خرب DNA خلاص خلية تموت وتنتهي. طيب تقدر دكتور تقول لي شنو شغلات اللي تخرب DNA؟ يلا قلت لك وحكيناها للمرة الألف، إشعاع، تعرض للإشعاع، chemotherapeutic agents يعني اللي هي علاج الكيميائي، تمام؟ عندك مثلا intracellular generation للروس اللي هو reactive oxygen species، هذه مو قلت لك مواد سامة، فإذا تجمعت تسبب شنو DNA damage، واحدة من أسبابها. وكذلك acquisition of mutations، تمام؟ يعني الطفرات، طفرات لما تصير عندنا معناها DNA مالتنا خربت، لما DNA مالتنا تخرب خلاص بعد، فهنا تصير عندنا دامج، خرب خرب، فبالتالي شي يصير الخلية ممكن تتعرض، تمام؟ للتشوهات، وهذه التشوهات تروح تحفز لك شنو؟ خلاص احنا ما محتاجين خلية، خلية خربانة، زين؟ خلي نحفزها في سبيل تروح تنتحر، which if severe قاعد يقول لك فبالتالي تسوي لك trigger لأبوبتوتيك death، يعني تحفز لك الأبوبتوزس. عندك أيضا inflammation، آخر نقطة، يلا inflammation قاعد يقول لك مثل ما ذكرت لك أني، خلينا نشبه inflammation هذه لرصاصة طائشة أنا كاتب لك إياها. يعني مثلا خلي نفرض أكو حرب، تمام؟ في الحرب هذا الجيش قاعد يستخدم أسلحته، زين، قاعد يضرب، فبالضرب ممكن هذه الرصاصة الطائشة تروح تقتل شخص، تمام؟ هو من الشعب، هو مو من العدو، زين. فهنا نفس الشيء، inflammation إيش وقت تشتغل؟ لما تدخل بكتيريا، لما تدخل فيروس مثلا. فبالتالي الخلايا الانفلاماتوري سيلز هذه لما تيجي تضرب البكتيريا أو الفيروس، المواد اللي راح تفرزها، فهذه المواد ممكن تأثر على الخلايا الطبيعية مالتنا، زين. فهذه همينة ممكن تسبب شنو؟ ممكن تسبب همينة سيل انجري. فقاعد يقول لك inflammatory cells اللي هم neutrophils والmacrophage والlymphocytes، تمام، او اي واحدة من هذولي، شو تسبب لك؟ قاعد يقول لك secrete products، يعني تنتج لك شوية مواد، وهذه المواد ممكن تشارك في عفوا يعني هي تشارك اصلا في شو اسمه destroy للميكروبس، تقتل لك الميكروبات، بس ممكن شنو هم يعني ممكن تسبب لك damage في host tissue، تمام؟ في يعني يسوي لك damage في tissue مالت الشخص اللي دخل بجسم الميكروب. طيب او ممكن سبب يكون واحد من الاثنين، autoimmune disease او الالرجيز. مو قلت لك autoimmune disease تطلع antibodies ضد نفسنا، ضد جسمنا، فبالتالي تسبب لنا مشكلة، تمام؟ تشو دامج تسوي allergy، تمام؟ حساسية، انت لما تاكل شيء، تمام؟ مثلا واحد ياكل موز، بالتالي يصير عنده حساسية، زين؟ قاعد يقول لك injurious immune reactions. مثل شنو injurious immune reaction؟ يعني خلي نقول immune reaction صارت تفاعلات شوية نتيجة المناعة، زين، فبالتالي تسبب شنو injury، زين. منو مثل منو؟ قاعد يقول لك والله مثل اللي عندك hypersensitivity يعني حساسية زايدة، تمام؟ لما جسمك يتحسس أكثر من اللازم لمادة معينة، فهذه نسميها هايبر سنسيتيفيتي. طيب تعال خلي بس أقرأ لك هاي الملخص بالمرة. إذا عندك هايبوكسيا يقل بيها الـ ATP، زين، وإنرجي تقل، فبالتالي سيل إنجري.
أو multiple injurious stimuli مثل عندك الروس شانت، هذا همنا كان يسبب لك عدة مشاكل في الليبيد والبروتينات وحتى دي ان اي. زين، فهذه المشاكل ممكن تنتج عنها كلها سيل انجر وثم نكروزس. او ممكن كان عندك ميوتيشنز، طفرات، تمام، مثل مسفولدد بروتينز اللي حكينا عنها. زين، بسبب اندوبلازميك ريتيكولوم همنا تخلي الخليه تموت، لان خلاص احنا تتكون بجسمنا بروتينات غير طبيعيه ومشوهه. او حتى ممكن يكون راديشن، راديشن هذه تاثر لك على الدي ان اي فبالتالي تسبب بيها دامج. زين، فالنيوكليوس تخرب فبالتالي احنا ما نقدر نصنع دي ان اي، فبالتالي خليه تخرب فاحنا ما نحتاجها بعد، خليها تولي. زين، فبالتالي تدخل لعمليه ابوبتوزس. او ممكن شويه انفكشنز او حتى immunologic disorders، شغلات متعلقه بالمناعه، امراض مناعيه. زين، تحفز لك الانفلاميشن مثل ما قلنا لك رصاصه طائشه، فبالتالي تسبب همينة نيكروزز او حتى ابوبتوزس. تعال خلينا ندخل على الشق الثاني من درسنا اليوم اللي هو cellular adaptations to stress، يعني اذا اجهاد او شيء جت وتعبت الخليه فالخليه شلون تتكيف وياها. تمام، فاول شيء خلينا ناخذ تعريف لادابتيشن. قاعد يقول لك adaptation are reversible changes، تمام، in the number size phenotype إلى آخره. هي عبارة عن تغييرات ممكن الخلية بعد ما تتخلص من هذه العوامل المؤثرة ممكن ترجع لطبيعتها. زين، فقاعد يقول لك شنو reversible changes، هذه أهم نقطة لازم تعرفها. زين، فإذا صارت تغييرات في شنو، والله تغييرات في عدد أو ممكن في السايز، تمام، الحجم، فينوتايب يعني شغلات جينية، وميتابوليك اكتيفيتي، زين، او حتى الفانكشنز مالتها مالت الخلية. زين، ليش صارت كل هذه التغييرات؟ بسبب شنو؟ نتيجة والله العامل المؤثر في البيئة، تمام، البيئة مالتها تغيرت. يعني شلون بالله، راح نعطيك هسه هذه الامثلة حتفهم الموضوع اكثر. طيب، قاعد يقول لك adaptation include following types، عندك أربع أنواع من الأدابتيشن الخلية تتحول بها وتغير من نفسها. زين، أول شيء اللي عندك اللي هو شنو، هايبرتروفي، هايبر يعني زيادة. زين، تروفي معناها فورميشن، اكتبها إذا تريد، تروفي معناها فورميشن يعني زيادة في التكوين. يعني مثلا واحد ضعيف اكل هواية والسمن، فمعناه خلايا مالتها ايش صارت بيها، صارت زيادة في التكوين. تمام، هذه اول نقطة حناخذ يعني المصطلحات هذه حناخذ مواضيعها بعد شوي. ثاني شغلة عندك هايبربليجيا، هايبر همينة زيادة وبليجيا معناها تشيو وين ما تشوفها. زين، يعني مثلا عندك طبقة من الخلايا، هذه الطبقة من الخلايا نتيجة عامل مؤثر، تمام، فبالتالي تخلي الطبقة هذه أكثر من الطبقة، يمكن تخليها طبقتين، ثلاثة، أربعة، على حسب. هذه يسموها هايبربليجيا. عندك أتروفي، أتروفي معناها ضمور، أ معناها نو، تروفي فورميشن يعني نو فورميشن معناها ماكو تكوين للطبقات، يعني مثلا جلد اللي عندك ضمر، تمام، خلاص مات، هذا نسميها أتروفي، ضمور معناها. عندك آخر شيء اللي هي ميتابليجيا وميتابليجيا، ميتا معناها تحول، بليجيا معناها شنو، معناها تيشيو، يعني بالله شلون تيشيو يتحول. لما يجي السرطان أكو بعض السرطانات زين تغير من شكل التيشيو، مثلا أنطيك مثال هسه، هذه تشيو مثلا كيوبويدال سيلز مثلا، فتجي هذه السرطان شو تسوي بالخلية، تحول شكلها الى خلايا ثانية كولومنر سيلز تسويها، هذا نسميها شنو، هذا اللي نسميها ميتابليجيا، نقول انه هذا التشيو صار بيها تحول. طيب تعال خلينا ناخذ اول واحد اللي هو هايبرتروفي. هايبرتروفي مثل ما قلت لك يعني هايبر زيادة، وتروفي في الفورميشن. طيب زيادة في الفورميشن يعني زيادة في تكوين شنو، في خلية، تمام، فمعناه هذا تعريف مالته increase في السايز، حجم الخلية تزداد. طيب
لو جيت قلت لك انت عندك اورجن، اورجن هذه بيها 10 خلايا، كل خلية تزداد في الحجم، طيب كمجمل حجم الاورجن تزداد وياك لو ما تزداد؟ طبيعي طبيعي يزداد. زين، فيلا وياي شوف، اذا هايبرتروفي زيادة في حجم السيل، تمام، وبالتالي resulting شنو؟ increase في size of the organ. طيب هايبرتروفي هذه قاعد يقول لك occurs when cells have a limited capacity to divide، خصوصا الخلايا، هي تحدث في اي نوع من الخلايا؟ خلايا اللي تمتلك قدرة قليلة او محددة في الانقسام. زين، فطالما هي ما عندها قابلية في الانقسام، التضخم هذه ممكن تؤدي الى انقسام الخليه، بس هنا خليه ما عندها قابليه، ما عندها قدره للانقسام، فبالتالي الخليه تتضخم. زين، قاعد يقول لك الهايبرتروفي، زين، ممكن تجي ويا منه ويا هايبربليجيا، اثنيناتهم تصير في نفس الان يعني، تمام، and obviously both results in enlarged organ، يعني اثنين يسببون لي شنو؟ كبر في حجم الأورجن. شوفوا يا هسا هذا normal cell، فالخلية الأولانية الطبيعية مثل ما نشوفها، زين، healthy cell يعني، أما بالثاني تشوف حجم الخلايا إيش صارت هنا، تضخمت، أكو فرق، تشوف كبرت في الحجم. أما الهايبربليجيا اللي قلت لك زيادة ممكن تصير في الطبقات أو في عدد الخلايا، زين، تشوف بدل ما ثلاثة هنا اثنين اجت لي زيادة، هي خلية طبيعية في الحجم لكن زيادة اكو في العدد، هذا اللي احنا نسميها hyperplasia increase في number of cells، حناخدها بعدين همينة قدام. على العموم اسباب hypertrophy يا اخي الكريم ممكن يكون physiology او ممكن يكون pathology، تمام، وهمينة راح ناخذهم ونعطيك عليها امثلة. زين، وهذه كلها ممكن تسبب لك شوية زيادة في functional demand أو growth factor أو hormonal stimulation، يعني ممكن تسوي لك تغييرات في function أو حتى في هرمون النمو أو hormonal stimulation، وهذا صراحة أقول لك إياه تحت شنو يقصد بيها. فتعال وياي مثلا عندك hypertrophy اللي احنا قلنا سببها ممكن يكون physiology أو ممكن يكون pathology. طيب شنو نقصد هنا فيسيولوجي؟ يعني فيسيولوجي طبيعيا يصير بجسمك، طيب تحدث عنده منه، انطيني مثال بسيط وخلي نخلص من الموضوع. ابسط شيء النساء لما تجي المرأة تحمل، تمام، شنو اللي يصير بالموضوع؟ تعال خلينا ناخذ اناتومي شيء بسيط وتفهم. هذه الاوفا، تمام، راح تجي وتنزل وين؟ تجي في اندومتريوم، زين، في الرحم، في اليوترس. طيب الأوفا وين تنزرع؟ تنزرع في الرحم، خلينا نرسمها هنا. طيب وين المشكلة؟ فالأوفا تجي تنتظر شنو؟ السبرم. فإذا اجت سبرم وخصبت الأوفا فمعناها احنا راح نكون إمبريو. طيب هل انت تعتقد اليوترس هذا وول مالته يقدر يشيل طفل؟ لا طبعا، ليش؟ لان يصير بها رابتشر، تتقطع. زين، احنا مفروض شو نسوي حتى ما تصير بيها رابتشر؟ تعال كون لي طبقة جديدة. زين، يتكون هنا طبقة جديدة من الجدار، فبالتالي احنا نكون سوينا شنو بالجدار؟ ضبطناها، او خلي نقول كبرنا الجدار، زين، حتى يشيل منه، حتى يشيل البيبي الامبريو. فهذا جسمك او جسمك هي اللي تسويه، تمام، طبيعيا، تمام، هذه عند النساء بس تصير مثل ما شفت. طيب اذا هذا من اللي يسويها؟ طبعا عندك هرمون استروجين، تمام، واحنا قلنا قبل شويه يمكن تكون علاقتها بالهرمون، فبالتالي استروجين هرمون هي اللي تخلي طبقه او جدار الرحم هي اللي تتضخم. زين، فقاعد يقول لك اول شيء والله فيسيولوجيك هايبرتروفي، فيسيولوجيك هايبرتروفي هي ماسيف فيسيولوجيك انلارجمنت اوف ذا يوترس، يعني عباره عن كبر مو طبيعي، كبر انما صارت شنو بشكل كبير مثل ما شفت اني رسمت لك هنا. زين، ماسف ايش وقت هذه؟ اثناء الحمل، during pregnancy، كنتيجه لشنو؟ لاستروجين ستيموليتد، تمام، استروجين هرمون هذه لما ستيموليشن تصير لها تقوم تحفز لك او تكون لك شنو؟ سموث ماسل، اللي هي جدار
اليوترس نفسها يعني، تمام، حتى تكون لك طبقة جديدة أو تضخم الخلايا مالتها، زين. فبالتالي الهايبرتروفي صارت حتى الطبقة هذه تقدر تحمل لك شنو؟ تقدر تحمل لك الجنين، زين. ف عند سموث ماسل هايبربليجيا، هايبربليجيا اللي احنا قلنا لك هايبرتروفي وهايبربليجيا ممكن تيجي اثنيناتهم ويا بعض، يعني هم نزود هم نضخم عدد الخلايا. هذا بالنسبة للهايبرتروفي. شوفوا يا هاي الصورة، تمام، هسه هذه جدار اليوترس، تمام، شوفها شلون متضخم، زين، نتيجة الاستيميليشن لاستروجين هرمون. وهنا نفس الشيء، هذه جو الميكروسكوب، هنا النورمال لكن هنا المتضخم، ده تشوف الخلايا شلون متوسعة. هايبرتروفي تكملة مالتها أو سبب الثاني مالتها اللي هو باثولوجيك. يعني شنو باثولوجيك؟ يعني احنا صارت تضخم في الخلايا اخي الكريم نتيجة مرض. طيب مثال مالتنا هو الهارت، هارت ديزيز يصير لها مثل هايبرتينشن عندك، او مرض ثاني اسمه اورتيك فالف ديزيز. يعني شنو اورتيك فالف ديزيز او هايبرتينشن؟ شوف يا اخي، خليني ارسم لك هذه الصورة هنا، تمام، ولا تنسى لي كلمة جيم، تمام. طيب هذه هسه عندك الهارت، زين، مفروض يجي له شنو؟ مفروض يجي له دم وثم يتوزع للجسم للبادي. طيب شنو رأيك لو أنا جيت قلت لك كمية الدم اللي داخل الهارت كلش هواية؟ يعني شنو كلش هواية؟ معناها كميتها كبيرة، صح لو لا؟ طيب هل العضلة الطبيعية مالتنا هل تقدر يعني تطلع كل هذه الدم وتوصلها للبلد للبادي عفوا؟ تقول لي لا صعبة. ليش صعبة؟ لأن خلايا مالتها ما متعودة، متعودة على كمية عادية، بس إذا كل مرة شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم 24 ساعة هذا ضغطه مرتفع، زين، الخلايا هنا هل تتحمل؟ لا ما تتحمل. فبالتالي الخلية الطبيعية تقوم شو تسوي؟ تقوم تتضخم. ليش تتضخم؟ حتى شنو؟ حتى تتغلب على هذا الضغط اللي جاي له. طيب هسه تقول لي دكتور بس ما تنسان شنو كلمة جيم؟ كلمة جيم ليش أنا كتبتها؟ نفس السالفة، أنت لما تروح للجيم بالبداية تشيل حديد بسيط. ليش؟ خلاياك، خلايا العضلية مالتك هل قد تقدر تتحمل؟ بعد فترة لما تلعب جيم عضلاتك تكبر، صح لو لا؟ البايسبس مالتك والتراي تكبر، لما تكبر تقوم تشيل وزن زايد، زيادة يعني الثقل هذه والوزن على العضلات هي اللي كبرت لك الخلايا مالتك. فنفس السالفة هي اللي تصير في الهارت أثناء الهايبرتينشن، لأن كمية الدم هو يعني ثقل أكو على الخلايا، زين. أو مثلا عندك aortic valve disease، الفالف هذه تعرفها موجودة في الأورطة، زين، طالما احنا رسمناها خلينا نرسمها هنا. فالفالف، أنا آسف، خلي أرسمها شكل ثاني. فالفالف هذه يا أخي الكريم بالطبيعي مفروض يطلع لك البلد بشكل طبيعي للجسم، وبعد ما تطلع البلد هي ترجع تنسد. فشنو رأيك لو أنا قلت لك هذه الفالف مالتك أصلا هي مسدودة، يعني نتيجة مرض معين مدى تفتح زين، فبالتالي دم يتراكم وين؟ في الفينتركل. لما تتراكم الدم في الفينتركل وكل مرة أو خلي أنا سديتها كل شيء هواية، خلي بس شوية أفتحها، تمام، فدم تريد تجي تدخل وتطلع لي برا، صح لو لا؟ فبالتالي يلاقي صعوبة مقاومة، فبالتالي خلايا العضلة القلبية مالتك همينة تزداد، لأن كمية الدم حيكون متراكم جوا الهارت كل شيء هواية، زين. هذا بسبب شنو؟ بسبب هايبرتروفي صارت بسبب مرض، هذا اللي احنا نسميها pathologic hypertrophy. اسبابها MCQ مهم اللي هو hypertension وعندك شنو؟ aortic valve disease، يعني صمام الاورطة خربانة بها مرض. وهنا لو حابب تشوف normal هذه myocyte، تمام، هنا صارت بها ischemia و cell death. اما هنا adapted يعني في الجيم هذا، زين، ده تشوف هنا هايبرتروفي صارت. وهاي الصور اللي جايب لك اياها هي صور شنو؟ هي صور مال عضلة القلب اللي ده تشوفها متضخم اكثر من اللازم، المسافة اللي باقية كلش قليلة.
تمام. طيب نجي على اللي بعده اللي هي هايبربليجيا. هايبربليجيا مثل ما قلنا لك هايبر الزيادة، بليجيا معناها تشو زين، فانت تزود عدد الخلايا، تزود التشو، فتعريف مالته هو increase في number of cells. طيب انت عندك organ متكون من 5 خلايا، زودتها وسويتها 10، الحجم الاورجان هذا مجمل حيزداد لو ما يزداد؟ طبيعي يزداد تمام، فبالتالي الاورجان همينه راح يزداد وياه. اوكي، فقاعد يقول لك that stems from increased proliferation، يعني نتيجة نمو الخلايا زادت عندك. الزيادة هذه الخلايا مالتها تختلف، يعني يا إما تزود لك وتجيب لك خلايا جديدة من نوع ثاني تختلف عن النوع اللي موجود عندنا، هذه نسميها differentiated cells، أو ممكن تكون من نفس الخلايا in some instances تمام، يعني من نفس الخلية، أو تكون خلية مختلفة لكن اختلافها قليلة، نسميها less differentiated progenitor cells. ماشي، فمرة ثانية بس لو نسيت، هذه healthy cells 3، شوف هنا hyperplasia صايرة وزايدة العدد 2. هذا أسباب أهم من physiology و pathology أكو راح نتعرف عليها هسه. طيب بالنسبة لي physiological hyperplasia، physiological hyperplasia يعني منطينا مثال، أول شيء متعلق بالهرمون، يعني هرمون هو اللي يسبب hyperplasia تمام. مثل يا هرمون، مثل هرمون قاعد يقول لك اللي احنا عندنا بالجسم، مثلا البنات، البنت لما تشوفها طفلة بعدها صغيرة بالابتدائية، هل البريست متكون؟ لا. طيب ليش بعد المراهقة او بعد ما توصل عمرها 18-20 تكبر البريست؟ سببها شنو؟ سبب والله هايبربليجيا صارت. زين هايبربليجيا منو اللي يسببها؟ بعد المراهقة مثل ما نعرف تطلع هرمون استروجين، استروجين هذه هي اللي تسبب شنو؟ بريست بروليفريشن تمام؟ تبدي البريست تكبر. فبالتالي قاعد يقول لك بروليفريشن اوف جلاندولار ابيثيليوم، يعني الابيثيليوم اللي موجود في الفيميل بريست تبدي تكبر. ايش وقت هذه؟ في بيوبرتي، في بيوبرتي يعني في المراهقة او حتى اثناء الحمل تمام؟ في البرجنانسي حتى تتكون شنو؟ اللبن او اللي احنا نسميه حليب. طيب او عندك شنو؟ كومبنساتوري هايبربليجيا، يعني شنو كومبنساتوري هايبربليجيا؟ يعني تعويضية، يعني شلون بالله تعويضية؟ فهمني دكتور اكثر. اكيد انت سمعت هواية ناس مثلا عندهم فشل في الليفر، كبد تمام، هيباتيك فيلير عندهم، فشي يسوون؟ يجون يستأصلون جزء من الكبد تمام، ويدورون على المتبرعين، ناس يتبرعون جزء من الكبد مالتهم. طيب ايش معنى الكبد؟ يعني يريدون تبرع من ناس ثانية حتى يتبرعون جزء منها، لان كبد لها خلايا مالتها، قابليتها اكو عندها قابلية زين، هي بعد ما تقصها وبعد ما تستأصلها ممكن تتكون مرة ثانية فتتجدد زين، فهذه احنا نسميها compensatory hyperplasia، يعني زودنا الخلايا بالتعويض. اوكي، زودنا عدد الخلايا بالتعويض. يلا شوف وياي، قاعد يقول لك residual tissue grows تمام after removal او loss of part of an organ، يعني احنا tissue مالتنا تبدي تسوي regeneration وتبدي تتكون من جديد زين، ايش وقت هذه؟ اذا احنا شلنا جزء منها تمام، او فقدنا جزء منها. ابسط مثال هو الليفر، لما تجي تسوي بيها ريسكشن، يعني تجزئ او تقطع جزء منها زين، فبالتالي خلايا الليفر عندها قابليه انه تنقسم بالميتوتيك ديفيجن زين، فبالتالي الخلايا البقيه هذه اللي قطعتها فبالتالي ايش تصير؟ فبالتالي تنقسم، فبالتالي تنطيك خلايا جديده زين كنتيجه تعويضيه. طبعا هذه خلال 12 ساعة لازم تصير الموضوع. Eventually restoring the liver to the it is normal size، فهذه التعويض اللي حيحصل من الليفر راح تخلي الكبد ترجع لوضعها الطبيعي. ماشي، عندك جزء اللي بعدها اللي هو pathological، pathological hyperplasia نتيجة مرض. هذا واحد من الاثنين ما يقبل غلط، يا اما عندك هرمونات زيادة زين، يا اما عندك growth factor stimulation. يعني شنو growth factor؟ يعني عامل النمو ده يتحفز اكثر من اللازم. لو جينا على excessive hormonal stimulation، اول شيء عندك مرض اسمه endometrial hyperplasia،
يعني شنو اندوميتريال هايبربليجيا؟ قبل شوية من رسمت لك مالت الرحم، صورة الرحم، مو قلت لك طبقة جديدة تتكون صح لو لا؟ طيب هذه شو وقت كانت تتكون؟ during pregnancy. طيب انت تعرف اكو امراض تطلع لك استروجين زيادة، زين استروجين هذه الزيادة مو يعني المرأة مو حامل، فبالتالي استروجين الزيادة هذه يروح يشتغل وين؟ للرحم، لإندوميتريوم أو يوترس، فبالتالي يقعد يضخمها. تمام؟ هذه تعتبر خلايا شنو؟ خلايا كلها مو طبيعية، نتيجة مرض صارت، نتيجة شنو؟ الهرمون عندها زيادة. أوكي؟ هيا أنا شوف وياي، قاعد يقول لك إندوميتريال هايبربليجيا in response to استروجين over stimulation. احنا قاعد جسمها قاعدة تطلع شنو؟ استروجين أكثر من اللازم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية قاعد يقول لك stimulation لي growth factor. growth factor هذه عوامل النمو، احنا لما نجي نزودها تمام يعني نحفزها أكثر من اللازم هم تسبب لنا مشكلة. زين المشكلة هذه متعلقة بالهايبربليجيا، لأن هايبربليجيا احنا سميناها شنو؟ زيادة في عدد الخلايا، فأنت قاعد تزود النمو. تمام؟ يعني حالة حال مثلا مدينة عدد سكانها خلينا نقول في عام 2020 خلينا نقول 10,000 نسمة، بعد سنة صارت 15,000، هذه شنو صارت؟ عامل النمو عندهم زادت. نفس السالفة هنا، فأنت لما تحفز عامل النمو فهذه هايبربليجيا. زين؟ طيب منو ممكن تسببها هذه؟ قاعد يقول لك شوية فيروسات، تمام؟ viral infections. انطيني مثال عليه، هذه اسم المرض ممكن تنسأل بيها، بابيلوما فيروس اسم الفيروس اللي يسبب لك شنو؟ يسبب لك skin warts. skin warts هذه يسموها بثور الجلد، تمام؟ وأيضا عندك مرض ثاني اللي هي ممكن تجي في الميوكوزا، ميوكوزا lesions، وكل هذا سببها شنو؟ قاعد يقول لك هايبربليستيك ابيثيليوم، ابيثيليوم صارت بيها هايبربليجيا، يعني زادت في عدد الخلايا مالتها. اذا مرضين عندنا لو كان هرمونال اندوميتريال هايبربليجيا وهذه سببها استروجين، ومرض الثاني اللي يسببها شنو؟ زياده في تحفيز جروث فاكتور اللي ممكن يسببها بعض انواع الفيروسات. انطيني مثال عليها، بابيلوما فيروس، وبابيلوما فيروس يسبب لك مرض skin warts، تمام؟ أو ممكن حتى يسبب لك mucosal lesions. طيب آخر نقطة في الموضوع هذا، أنت تدري عملية الهايبربليجيا هذه يا أخي؟ زين؟ إحنا نقدر نتحكم بيها. يعني مثلاً إذا كانت استروجين هذه اللي إذا تطلع الزيادة، إذا إحنا جينا نعطينا أدوية فبالتالي تقل الاستروجين. فالاستروجين لما انتقل خلاص احنا بعد ما راح تتكون عندنا هايبربليجيا، فهذا هو اللي قاعد يقول لك بيها وين في هذه النقطة. مختصر مفيد، فقاعد يقول لك بس في كل حالات اللي ذكرناهم فوق قاعد يقول لك والله هايبربليستيك بروسيس ريمينز كنترولد، يعني هايبربليجيا احنا نقدر نتحكم بيها في حالة احنا اذا خففنا هذه السيجنالز اللي تسبب زيادة مالت الموضوع هذا. زين، فبالتالي هايبربليجيا هذه تبدي تختفي. طيب تعال على الموضوع اللي بعده اللي هو اتروفي. اتروفي معناها مثل ما قلنا لك ضمور، نو فورميشن. فاذا معناها شنو؟ شرينكج اوف ذا سيل سايز، يعني حجم الخليه يا اخي الكريم تبدي تنكمش، يعني تنكمش شنو؟ تصغر. زين، by the loss of substance، وهذه اللي احنا نسميها اتروفي. طيب شوفوا وياي، هذه هسه normal cell، وشوف لي هنا ايش صارت بالخليه، تشوف الحجم شلون صغرت، تمام؟ فبالتالي هذا اللي احنا نسميه اتروفي. طيب هذا له تاثير، طبعا له تاثير راح نقول لك عليه، بس قبل ما انتقل للامور الثانيه مالتها، لو انت جيت هذه الخلايا كلها صغرانه في الأورغان مالتك، سواء كانت مصل سواء كان أي أورغان ثاني، طيب حجم العضو أخباره شنو؟ حجم الأورغان أخباره شنو؟ تزداد لو تصغر؟ أكيد تقول لي والله حجم الأورغان راح يصغر، تمام؟ فيلا شوف وياي هنا، أنا قاعد أقول لك إذا كانت شو اسمه أتروفي هذه في كمية كبيرة من الخلايا، زين؟ when a sufficient number of cells is involved، فبالتالي
entire tissue or organ dimensions in size. تمام؟ فبالتالي نسميها أو نصيح نقول يابا هذا الأورغان والله صاير بشنو أتروفي. هذه إذا كانت خلايا هواية متشاركة في الموضوع. طيب لو جيت أنا سألتك هو الأتروفي معناها خلية ماتت؟ لو شو تقول لي؟ لو بعدها عايشة؟ يلا سؤال لك، خلية ميتة هي لو عايشة؟ طبعا عايشة. طيب شنو المشكلة بيها؟ ليش احنا دا نسميها أتروفي؟ لأن هي وظيفة قلت لكن هي ما ميتة، بعدها عايشة، لا زالت حية. تمام؟ فقاعد يقول لك it should be emphasized، يعني يجب التأكيد على والله أتروفيك سيلز هذه هي وظيفتها صارت قليلة dimension في الفانكشن، لكن هي ما ميتة، بعدها ما ميتة، لا تموتها. زين؟ طيب أنطيني أسباب، شوية أسباب اللي تقنعنا به أنه هذا هو أتروفي. تمام؟ ضمور. مثال عليه قاعد يقول لك decreased workload، يعني الخلايا مالتك لمن ما تشتغل، يعني لمن ما تشتغل. أنا مدى أقول لك هي خربانة وما تشتغل، لا، نتيجة سبب ما. مثلا شخص اللي ينكسر عنده العظم مثلا، فالعظم هذا بعد ما يقدر يحركه. ليش؟ لأن حتى احنا نلحم العظم لازم تكون متثبت، صح لو لا؟ فالثبات هي هو اللي يخليه يلحم العظم هذا. زين، العضلات اللي هنا كلها راح تتحرك لو لا؟ ما تتحرك. لما ما تتحرك هي العضلة شغلها شنو أصلا؟ الله خالق لك إياها حتى تحركها، فبالتالي تصير بها ضمور. ليش يعني احنا ليش سميناها dimension function؟ يعني وظيفتها قلت بس هي ما ميتة، بعدها عايشة. فانت لما تفك ايدك عادي ترجع تشغلها وتستخدم ايدك في مختلف الامور. فقاعد يقول لك immobilization of limb permit healing of a fracture. تمام؟ لما يكون انت رابط ايدك زين اثناء مثلا كسر صار لا سامح الله، معناها حركة ما بقت، function مالتها قلت. زين، او حتى ممكن فقدت النيرف سبلاي للعضله، عضله ما تجي لها النيرف سبلاي شلون انت تحركها؟ ما تشتغل. زين، او بلاد سبلاي مالتها قلت، دي تجي لها بلاد سبلاي بس قليله، بلاد سبلاي طالما قليله فبالتالي الخلايا ما تكون بيها حيل تؤدي وظيفتها باتم الوجه يعني، او حتى الغذاء مالتها مو كافيه، ده تنطيها أغذية بس مو كافية، جوعانة، خلية جوعانة بعدها. أو loss of endocrine stimulation، الendocrine stimulation يعني الهرمونات مالتنا، هرمونات مالتنا تأثر على الخلايا فهي اللي بالتالي تخليها تشتغل. تمام؟ مثل عندك الإنسولين، تمام، لما تروح تشتغل على السيلز فبالتالي تخلي لك يصير شو اسمه ميتابوليزم للجلوكوز فبالتالي تشتغل عندك الخلايا. أو ممكن حتى عملية الايجينج اللي هو لما الإنسان يكبر مو جدا يتكرمش ويعني كل جسمه يصغر، ليش هذا؟ كله بسبب أتروفي، حتى ينادوه أو يسموه اسم سينايل أتروفي، يسموه سينايل يعني الشيخوخة، ضمور الشيخوخة. فشوف لهاي الصورة لو حابب أنت تشوف، هنا بايسبس مالت الشخص طبيعي، هنا صار عنده ضمور. تمام؟ صار عنده ضمور، شوف العضلة شلون صغرت. طيب تعال خلي نشوف ما هو الأسباب للأتروفي، هم يعني يمكن يكون فيسيولوجي وهم يعني يمكن يكون باثولوجي. تمام؟ فيسيولوجي هسه قبل شوية احنا قايلين عليها، مثلا الهرمون لما تقل الهرمون أثناء مثلا أو في عملية مينيبوز، مينيبوز معناها توقف النزيف الدوري. تمام؟ اللي تجي عند النساء بعد سن اليأس، فطالما ماكو هرمون فبالتالي استروجين ما راح تطلع، فبالتالي استروجين اذا ماكو ما راح تتكون الطبقة فبالتالي ما راح تصير نزيف، يعني اي بما معناه ماكو اي حمل. زين؟ طيب هذه الاتروفي هل بما معناه شيء مرضي؟ لا، لان ليش ما بقت؟ لان استروجين خلاص ما راح تشتغل على هذه الطبقة، لأن أصلا ماكو عندنا شنو، ماكو الأوفا حتطلع من الأوفم. تمام؟ من الأوفري عفوا. أما ممكن يمكن يكون شنو الموضوع، ممكن سببه يكون باثولوجي. باثولوجي يعني مثلا نيرف سبلاي لجزء اللي رايح للعضلة معينة مثل ما قلنا قبل شوية
صارت بيها شنو مثلا ديجنريشن صارت بيها خربت تمام، فبالتالي عضلة ما راح تشتغل. اوكي هذه كلها اساسيات قاعد يقول لك fundamental cellular changes are identical، اساسيات حتى تخلي الخلية مالتك او الخلايا مالتك تشتغل. طيب اتروفي يا اخي واحد من الاثنين تمام، سببها واحد من الاثنين، يا اما قاعد يقول لك بروتينات تمام التصنيع مالتها حتقل، يا اما بالعكس تكسير البروتينات حتزداد. بالاثنين هذولا انت الخليه مالتك الفانكشنز مالتها راح تقل، اذا قلت فانكشنز مالتها معناها حجم الخليه راح تصغر، فبالتالي هي هذا نسميها اتروفي تمام. واحد من الاثنين، يا اما تكسير ديجريديشن تزداد، يا اما انتاجيه مالتك تمام او تصنيعك للبروتينات تقل. طيب في اغلب الحالات الاتروفي قاعد يقول لك تيجي وياها شنو تدري؟ تيجي وياها اوتوفاجي. اوتوفاجي انا شرحت لك اياه محاضرة اللي فاتت شنو معناها كانت اوتوفاجي، ايش وقت كانت تصير؟ قلنا لك لما الخلية تبقى جوعانة. طيب هنا الاتروفي معناها شنو قلنا لك؟ حجم الخلية قلت. لما حجم الخلية قلت أسبابها شنو كانت؟ هسه قلت لك إياه، يا إما بلد سبلاي ماكو، يا إما نيوتريشن ماكو، يا إما مدري شنو ماكو. المهم نيوتريشن ماكو، لما نيوتريشن ماكو معناها خلية تحاول تكسر من نفسها، تضحي بنفسها حتى تخلي نفسها شنو تبقى عايشة. افتهمت الموضوع؟ افتهمت هسه ليش الأوتوفاجي تجي ويا الأتروفي؟ فقاعد يقول لك increased autophagy، لكن هذه مشكلة إذا إحنا زودناها أكثر من اللازم خلية راح تموت. إذا أنت متخيل يعني خلية كل شوية قاعدة تكسر بنفسها تمام، فبالتالي قاعد يقول لك شنو؟ قاعد يقول لك with resulting increases in the number of autophagic شنو vacuoles، الحويصلات مال الأوتوفاجيك المرة اللي فاتت شرحنا بيها راح تزداد. المهم أوتوفاجي قاعد منطيك هنا التعريف مالته هي همين السلف إيتينج تمام، اللي تصير في خلايا اللي تكون جوعانة زين ما عندهم أكل، نيوتريشن مالتها قليلة زين، فتبدي تكسر نفسها، تكسر محتوياتها عفوا كومبوننتس مالتها حتى تسوي شنو تكوين للغذاء، فبالتالي تبقى سيرفايف يعني تبقى عايشة. شوف لهاي الصورة تمام، وشوف لي هاي الصورة الفرق بيناتهم. هنا أنا normal brain تمام، شوف الخلايا مالتها كلها طبيعية ما بيها أي شيء، لكن هنا صاير شنو أتروفي للبرين، هو هذا اللي نسميها الزهايمر ديزيز ماشي يعني. بس أعرف الصورة. يلا طيب تعال خلينا نشوف ما هو ميتابليجي. ميتابليجي مثل ما قلت لك معناها تحول النسيج تمام، يعني عندك مجموعة من الخلايا، هذه الخلايا تجي لها ظروف معينة تتعرض لمخاطر، فتبدي شو تسوي؟ تبدي تغير من نفسها تمام إلى خلايا ثانية. طيب ليش تسوي هذه الحركة؟ هذه الحركة تسويها حتى شنو؟ حتى تستحمل الخلايا اللي الجديدة اللي تتكون يعني جديدة، تتحمل هذه الظروف والمخاطر. أوكي هذا هو سبب الميتابليجيا. طيب سؤال، الميتابليجيا هل هو خطر؟ طبعا خطر يا أخي. ليش؟ لان انت بهذه التحول راح تسبب شنو؟ راح تزود عدد الخلايا وتجيب لي خلايا من نفسك، وتسبب هذه الخلايا في اداء وظائف احنا اصلا ما نعرفها شنو، فهذه اللي احنا نسميها شنو؟ هذا اللي احنا نسميها سرطان تمام. فخطر ما انت متعلق بالسرطان. اوكي هذا بالسرطانات لما ندرس راح نذكر كلمة ميتابليجيا كل شيء هواية. طيب انطيني تعريف مالته يلا بسرعة. اذا هو reversible change قاعد يقول لك تمام، reversible change in one adult cell type، يعني في خلية واحدة، في خلية ذات نوع واحد سواء epithelial او mesenchymal تمام، حتتبدل ب another type من السيل تمام. اذا احنا خلية بدلناها بخلايا ثانية. شوف هسه هذه normal cell مفروض هو cuboidal او سكويموس ماشي زين، احنا حولناها الى طول كولومنر سيلز، تشوف خلايا طويلة. هل هذه خلية من نفس نوع هذا؟ لا، فاذا هذه معناها تحول زين، ميتابليجيا هذه اللي احنا نسميها.
او شوف هنا مثلا بهاي الصوره زين، تشوف هذه خلايا مرتبه بشكل جميل هي طول. طيب هاي الخلايا اللي طلعت منو هذولي؟ ما نعرفهم، جديدات، هذه ميتابليجيا نسميها يا اخي. طيب يلا تعال وياي خلني نكمل. قاعد يقول لك مثل ما ذكرت لك قبل شويه، استبدال، عمليه الاستبدال هذه ما قاعد تسويها من نفسها، يعني ما قاعد تسويها وهي تحب الموضوع، لا، نتيجه انه هي ده تتعرض لظروف معينه، لضغوطات معينه، تمام؟ مثلا اني هسه انسان كسلان، مثال انطيك، بس لما تجي مثلا دراستي تراكمت علي، تمام، راح اصير انسان واتحول الى انسان سكاك، صح لو لا؟ اقوم اقرا، ليش؟ لان جت لي ظروف صعبه فلازم اضغط على نفسي، تراكم صارت بالمواد. فنفس السالفه هنا، فالخلايا لما تجي لها ظروف صعبه وتصير تغيير او تحول في البيئه، تدخل بيئه صعبه، فبالتالي الخلايا هذه تحول نفسها في سبيل تستحمل و يعني في سبيل تستحمل وتتكيف ويا هذه البيئه، اوكي؟ فهنا أنا قاعد تقول لك شنو؟ قاعد تقول لك والله السيلولار ادابتيشن في هذا النوع في الميتابيليجيا حتكون سيلز سنسيتيف تو بارتيكولار ستريس، انت تشوف لضغوطات معينه، ار ريبليسد، يعني شنو ار ريبليسد؟ تتبدل بخلايا ثانيه، ايش وقت هذه؟ لما تتعرض لضغوط معينه، زين؟ وتكون هذه الخلايا هي خلايا تستحمل هذه الظروف اللي اجت لها، تمام؟ فبالتالي قاعد يقول لك better able to withstand the adverse environment، اوكي؟ طيب ميتابليجيا قاعد يقول لك والله تجي منين؟ تجي من إعادة برمجة الجينات اللي احنا نسميها reprogramming. طيب انت لما تجي خلية عندك، خلية مثلا، خلية هذه والله تطلع growth factors، مثال يعني، مبرمجة بهذه الطريقة تشتغل. فأنت لما تجي وتعيد برمجة هذه الخلايا وتخليها بدل ما تطلع growth factor تطلع استروجين مثلا، فإحنا سوينا إعادة برمجة للخلية. فخلية شو تسوي؟ تقوم تتحول من أداء وظيفتها اللي هي growth factor، تقوم تطلع growth شو اسمه الاستروجين. فهذه هي التحول، زين؟ هاي احنا برمجناها منين؟ من الرئيسي. من الرئيسي منين؟ من الجينات، زين؟ اكيد سمعت عن ستيم سيل. ستيم سيلز هذه الخلايا، خلايا الام اللي احنا نسميها. فاذا انت لعبت بالجينات مال خلايا الام، فاي خليه تتولد لك خلايا جديده يعني، فتكون خلايا غير خلايا يعني غير خلايا الحقيقيه في اداء وظيفتها، زين؟ هو هذا اللي قاعد يقول لك ميتابليجيا، قاعد يقول لك arise by genetic reprogramming of stem cells، زين، rather than trans differentiation of already differentiated cells، يعني بدل ما تنطيك خلايا متميزة في أدائها، تمام، في functions مالتها، لا، تقوم تحولها، تقوم شو تسويها؟ trans differentiation، يعني تحولها إلى خلايا ثانية. طيب شوفوا يا اخي، احنا قلنا لكم لا تدخنوا، يا اخي لا تدخنوا، التدخين مو زين، ليش تدخنون؟ ليش يا اخي ما ندخن؟ التدخين يسبب لك مشاكل كبيرة، من ضمن هذه المشاكل هي يا اخي الكريم ميتابليجيا. شوف اسمعني زين بالشرح اللي اقول لك بهذه الجزئية، عسى ولعل تترك التدخين يعني، زين؟ مو بس جيجارة، لا، اترك التدخين، جيجارة، فايب، مدري فيب، مدري شو اسمها، زين، وعندك النرجيلة، كل هذه لازم، كلها نفس الموضوع على فكرة، ماكو أي اختلاف. طيب هي السموكينج هذه شو تسوي؟ تجي تسوي لك ميتابليجيا. فلذلك دا أقول لك اتركها، ليش؟ لأن احنا قلنا ميتابليجيا تعتبر خطر، لأن يحول لك الخلايا، تمام، من شكل إلى شكل ثاني، من خلية إلى خلية ثانية تماما، تختلف في وظيفتها، زين؟ فيلا شوف وياي ابيثيليال ميتابليجيا اللي موجود الابيثيليوم في خشمك، في التراكيه مالتك مثلا، هذول كلها بيها ابيثيليوم، صح؟ فهذه الابيثيليوم تقعد تتغير، تمام، من شنو؟ شوف وياي، من سكوينس ابيثيليوم تقعد تتحول الى شنو؟ الى هسه راح نذكرها جوا، استرتيفايد سكوينس ابيثيليوم، زين، استرتيفايد يعني عده طبقات تصير. بس خليني اقرا لك بالبدايه هاي الجزئيه. ف
فقاعد يقول لك سكويموس تشينج ذات اكيورز في الريسبيراتوري ابيثيليوم في جهازك التنفسي زين في الناس اللي مدمنين شنو بالجيجار. فالتحول اللي يصير هنا نشوف قاعد يقول لك سيليتد كولومنر ابيثيليال سيلز اللي بيها سيليا، سيليا اكيد تعرفها اي خليه بيها سيليا، هذه تفيدنا بشنو؟ انا اسف ثاني اكبر الحجم شويه، هذه هسه سيليا راح ارسمها زين. جيجارة هذه بيها توكسينز، توكسينز هذه راح تجي على الخليه تريد تاثر عليها، فهذه السيليا اللي دا تشوفها الخطوط هذولي تقوم شو تسوي؟ تقوم تحركها، تحركها ويا المخاط بعد ما تفرز همينه مخاط ميوكس زين، حتى شنو؟ حتى انت تجي تقح وتطلعها بي اللي نسميها الميوكس او نسميها بلغم تمام. طيب فالمهم هي تكون موجوده بهالاماكن، فالابيثيليوم اللي موجوده في هذه الخلايا نسميها سيليتد كولومنر ابيثيليال سيلز. فهذه النوع من الخلايا تبدي تتحول اللي موجوده في التراكية اللي موجوده في البرونكاي يعني في القصبات الهوائيه مالته كليتها زين، وتستبدل تقريبا اغلبها اذا مو كلها بخلايا من النوع الثاني اسمها شنو؟ استرتيفايد سكويموس ابيثيليوم. لما اقول لك استرتيفايد معناها صارت عدة طبقات من الخلايا زين، وفقدنا خاصية السيليا تمام، وفقدنا خاصية افراز الميوكس. طيب تبعية مالتها شنو؟ راح اقول لك اياها تمام. فقاعد يقول لك the rugged استرتيفايد سكويموس ابيثيليوم هنا قاعد يقول لك والله هي هذا للأسف يعني صح احنا غيرناها بس شنسوي مجبورين، لان هي هذه تستحمل الجيجار تمام، هي اللي تستحملها، لكن سيليتد سكويموس ابيثيليوم هذه ما تستحملها. فلذلك قاعد يقول لك able to survive under circumstances تمام that are more fragile specialized epithelium would not be tolerate. يعني الابيثيليوم الثاني اللي تكلمنا بيها سيليتد ابيثيليوم هذه هي ما تقدر تعيش بالظروف اللي كل شوية جاي لها توكسينز من الجيجارة، فاحنا لازم نغيرها زين، لان هي تكون شوية رقيقة زين مقارنة باسترتيفايد سكويموس ابيثيليوم. يعني انت بدل طبقة واحدة من الخلايا جبت عدة طبقات، جدار بنيت جدار زين، في سبيل شنو؟ في سبيل بس الجيجارة هذه او التدخين ما تأثر. هسه عرفت ليش انا كاتب شنت هنا ليش التحول على مود هاي. طيب انت تدري انه بالرغم انه هذه تعتبر ادفانتج بالنسبة لنا، هذه التحول اللي سويناها بسبب التدخين تمام، هي ادفانتج يعني هي تفيدنا احنا، ليش؟ ده نحمي جسمنا صح لو لا؟ طيب بس انت يا اخي الكريم من هنا تبني ومن هنا تهدم. يعني شنو من هنا تبني من هنا تهدم؟ انت مثل ما قلت لك لما جيت وغيرت الى الابيثيليوم الثاني اللي هي استرتيفايد سيكونس ابيثيليوم، شنو فقدت؟ فقدت سيليا وفقدت ميوكس. طيب واذا فقدتهم وين المشكله يا اخي الكريم؟ دخنت تاني توكسينز دخل وصل للتراكيه، تراكيه هل بيها سيليا؟ لا. بيها ميوكس؟ لا. طيب شلون تطرد وتطلع لي بلغم؟ ماكو، ما راح تطلع، فبالتالي توكسينز هذه راح تنتشر وين؟ بالرئه زين. فهي هذه مخاطر مالتها تشوف. important protective mechanism are lost. شنو هم هذول اللي احنا نفقدها اذا صارت metabolistic squamous epithelium؟ بالرغم انه هي عندها اهميه لكن لكن مشكلتها انه احنا بروتكتيف ميكانيزم، الميكانيزمات اليات اللي تحمي جسمنا نفقدها، اللي هي شنو؟ ميوكاس سكريشن وكذلك سيليالي مدى تجي في حلقي والله ما راح الفظها زين، سيلياري استغفر الله قلت والله همين سيليال سيلياري كليرنس اوف بارتيكولار ماتر تمام. المهم يعني كليرنس مالت السيليا نفقدها، ليش نفقدها يا اخي؟ هذه خلاص بعد يعني انا قلت لك يا ما راح ما يحتاج كل شويه، احنا بدلنا بالخلايا تمام، فتنظيف ومكنسه ما بقت، يلا توكسينز يلا تمام. طيب تذكر انا قلت لك بدايه الميتابيليجيا ليش خطر صح لو لا؟ لان قلت لك راح يتحول التشو مالتنا الى شنو؟ الى سرطان زين. فاذا بقت هذه التشو
وبالتالي توكسين زيادة، وكل شوية متكون لي خلايا جديدة وخلايا ما نعرف أصلا أداء وظيفتها شنو، فبالتالي هذه خلايا ما معروفة، فأي خلية ما معروفة ودا تزداد في الحجم وتزداد في الانقسامات هذا اللي احنا نسميه سرطان. زين، سرطان نسميه. فإذا influence that induce metabolistic transformation، تمام، يعني اللي تحفز لك هذه التحول، إذا بقت اللي هي مثلا toxins، بس حتى تفهم شنو هذه المحفز اللي يخلي التشوز مالتك تتحول، إذا بقت موجودة هذه التوكسينز تمام لفترة طويلة، فبالتالي تخلي تصير شنو هذه الخلايا من ميتابلاستيك ترانسفورميشن، تخليها والله تتحول إلى مالignant ترانسفورميشن، يعني خلايا سرطانية. زين، للإبيثيليوم. وأكيد سمعت هواية ناس اللي تدخن شنو يجي لهم؟ سرطان بالرئة، صح لو لا؟ وهذه من أشهر سرطانات موجودة على مستوى العالم، ومن أشهر سرطانات القاتلة بالعالم. وأزيدك من الشعر بيت، هو أول سرطان قاتل في العالم، تمام؟ من هو؟ سرطان اسمه برونكوجينيك كارسينوما، بعدين نأخذه إن شاء الله في الريسبيراتوري سيستم. طيب تعال على آخر جزئية في الميتابليجيوم. قاعد يقول لك والله السيجاريت أو سموكينج هذه initially causes سكويمس ميتابليجيا، ده تشوف بالبداية بس، ده أقول لك تحولات بسيطة تسوي لك اللي هي سكويمس ميتابليجيا، بعدين ممكن تتحول إلى كانسر، تمام، في المكان اللي صارت بيها تحولات لهذه الخلايا. طيب ميتابليجيا قاعد تقول لك ممكن تطلع من ميزنكايماسس، من بداية الأمر قلنا ممكن هي من سكويمس من الإبيثيليوم، وممكن هم أنا من ميزنكايماسس، لكن يعني صراحة ما معروف، يعني مو واضح السالفة بعدها، تمام. أعطيني مثال على هذا الكلام اللي قلت، مثلا العظام ممكن تطلع في soft tissue، في أنسجة الرخوة تتكون في soft tissue. زين، soft tissue مفروض تتكون مثل شنو مثلا؟ مثل heart، مثل kidney، مثل خلينا نقول مثلا عضلات إلى آخره، مثل brain، هذول كلها soft tissue. زين، جوا هذولي ده يقول لك مرات ممكن تتكون شنو؟ عظم. زين، هذا سبب شنو؟ سبب والله ميتابليجيا، عظم همنا بيها خلايا، صح لو لا؟ فهذه اللي احنا نسميها ميتابليجيا، هذه اللي اساسها جاي من ميزنكايمال سيلز، لكن شنو السبب احنا ما نعرفه، اوكي، خصوصا في المكان اللي يصير انجري فيه سوفت تيشو. هذه همنا صورة كتابك جايبها او موجودة بالملزمة، هذه الصورة للخلايا الطبيعية، تمام، نورمال إبيثيليوم. شوف هنا أنا التحول اللي صاير، تمام، اللي هي سكويمس ميتابليجيا. حبايب، إلى هنا انتهى درسنا اليوم، إن شاء الله ألقاكم في محاضرة القادمة، مع السلامة.